اهلا وسهلا، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. جيت معكم اليوم في فيديو جديد. في هذا الفيديو جيت انني نجاوبكم على الاسئله ديالكم. كنت حطيت لكم بوست هنا على اليوتيوب وقلت لكم باللي خليو لي الاسئله ديالكم باش نجاوبكم اليوم. الصراحه جاوني بزاف ديال الاسئله، منهم اسئله اللي انا ديجا جاوبتكم عليهم في فيديوهات فايتين، ومنهم اسئله اللي ما فيتش جاوبت عليهم. فاختاريت في هذا الفيديو نجاوبكم على 20 سؤال. بما انه جاوب بزاف الاسئله وغيجي الفيديو طويل بزاف، فقررت انني ندير لكم فيه جوج الاجزاء. فاختاريت انني الان عزلت الاسئله اللي ما عمري جاوبتكم اليوم او اللي كيتكرروا بزاف، وغادي نجاوبكم عليهم في هذا الفيديو، وغيكون جزء ثاني ان شاء الله باش نكمل الاسئله ديالكم ونجاوبكم على كلشي. فقبل من هادشي كنتمنى انكم يعجبكم الفيديو وانكم تستافدوا منه، وما تنساوش الا عجبكم الفيديو تخليوا لي لايك ديالكم، لي كومونتير ديالكم زوينين اللي كيشجعوني وكيحفزوني بزاف. ولا كنتو جداد في القناه ما تنساوش انكم تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم ديما الجديد. اول سؤال كان هو كيفاش نبريباري الكونكور في مده قصيره مع مشكل في نقص الفرنسية. فاولا الكونكور كيكونوا معروفين لاداس ديالهم امتى كيتحطوا، اولا ماشي لاداس بالضبط، كيكون معروف الشهر اللي كيتحطوا فيه الكونكور. مثلا انا عارفه الكونكور كاين مثلا في الشهر، مثلا نقولوا شهر 10، فنبريباري قبل، نمشي نخدم على لي موديل، نشوف لي موديل اللي ديال الاعوام اللي فاتوا، نبريباريهم نخدمهم، نقلب في الدومين، يعني نقلب على الدروس، على معلومات يعني اللي في على الصحه اون جينيرال، يعني بحال هاد الحوايج. يعني حيت كتكون معروف اش من شهور اللي كيكونوا فيهم لي كونكور، حاولي انك تبريباري قبل. المشكل ديال نقص الفرنسيه غادي تحاولي انك تخدمي عليه قبل. يعني مثلا هذا العام انت كتقراي مثلا في الباك، فنمشي ندير الدروس ديال الدعم في اللغه الفرنسيه. ديجا كنت شاركت معكم واحد المبادره اللي بثمن جد مناسب بالنسبه اللي قادر انه يدير في سي سي اف او دي زيكول اللي زعما كيكون شويه الثمن ديالهم طالع، فيدير يعني يبريباري قبل لان داك المشكل تاع نقص الفرنسيه، حيتاش عنده واحد الكونكور باش يوجد لي باش تجاوبي فيه مزيان باش تفهمي السؤال. حيت بعض المرات داك المشكل ديال نقص اللغه الفرنسيه فكيكون السؤال انت عارف ولا انت عارف الجواب ديالو، ولكن غير انك قريتي السؤال بالفرنسيه وما فهمتيش المعنى ديالو كيف ما هو كتجاوب غلط. اما كتلقى الاجوبه انت راه عندك، يعني نقدر نجي تجي هذا تشرح الاسئله وداكشي تلقى راسك انت داك الاجوبه عارفهم وصحاح، ولكن المعنى ديال السؤال ما فهمتيش حيت عندك مشكل في النقص في الفرنسيه. فحاولوا انكم تبريباريو قبل بالنسبه للناس اللي في سيزيام او باك وباغيين يديروا هاد الدومين، باغيين يدفعوا الكونكور ديال ليطا، اسئله كيكونوا بالفرنسيه، يعني حاولوا انكم ديروا الدعم في الفرنسيه قبل. بالنسبه كما ثاني سؤال اللي جاني هو بغيت ندير التمريض ولكن عائلتي ما فحالهمش. فديجا كنت في واحد اللايف شرحت لكم على هذا الموضوع ديال واحد البنت اللي حتى هي كان عندها نفس المشكل. فكتبقى يعني الله يحسن العوان، كل واحد الله يحسن العوان، وباش تقراي في بخيفي الصراحه راه ماشي ساهل، وكل مره كيبقاو عليك المصاريف مصاريف مصاريف، خاصك هادي خاصك هادي خاصك هادي، يعني عاد داك الشهر دغيا كيدوز وخاص والدك انهم يخلصوا عليك، يعني راه ماشي ساهل. بالنسبه للناس اللي عندهم هذا المشكل هذا، فانا كنصح يا اما تمشي تخدمي مثلا مثلا في شي حاجه مثلا في الصيف، الا كنتي مازال كتقرايش تمشي تخدمي في الصيف او لا، يعني تجمعي واحد شويه ديال هكا ديال الفلوس وتمشي ديري الهلال الاحمر. علاش الهلال الاحمر؟ حيتاش كيقراو بثمن رمزي وكيكونوا المراحل. قلت لكم تقدري تقراي في الهلال الاحمر، كيقراو مراحل كيكون بثمن جد رمزي، تكملي دوك المراحل دفعي يعني هكا وهكا وهكا انك تخدمي، وملي تخدمي تجمعي في شويه الفلوس او تقراي مثلا ديري ايكول بريفيش. بقاي مثلا يعني كانوا معايا بزاف البنات اللي كانوا خدامين او ميم طو كيقراو باش كيخلصوا على راسهم ليكول، يعني تخدمي او ميم طو تقراي. كاينه كتكون القرايه بالليل دابا حيت الظروف اللي حنا فيها ديال الكوفيد وداكشي، هادشي علاش ما كاينينش القرايه بالليل. اما كاينين ديز ليكول اللي كيقراو بالليل، الناس اللي كيكونوا دايرين دومين اخر كيبغيو يقراو بالليل، كتقدري تكوني خدامه بالنهار وكتبغي تقراي هاد الدومين بالليل، يعني كيكونوا ديز ليكول اللي كيقراو بالليل. يعني اما تبقاي خدامه او ميم طو تقرايها بالليل، اما تبقى يعني تجمعي واحد المبلغ اللي غتعرفي انه قدك مثلا ديك عامين ديال القرايه او هذا وتمشي تقرا. يعني هذا هو الحل انا اللي كيبان لي، باش انك حيت في الكومونتير يعني البنت قالت لي انه الحلم ديالي والحلم ديالي بحال تحطم وبحال انا، بالعكس كاين حل كاين حل
حاولي انك ديري بحال هكذا، يعني ماشي مشكل ان الانسان يبدا شويه بشويه وتخلصي على راسك وتكافحي باش توصلي للحلم ديالك او لديك الحاجه اللي انت كتمني انك توصلي لها، وان شاء الله يكون خير وان شاء الله تحقق الحلم ديالك وتيسر لك الامور ديالك. الله يوفقك. بالنسبه للسؤال الاخر، فكنت شنو خاصني نعرف في البراتيك فينال؟ وتحية من الجزائر. بغيت بعدا انا نعطي واحد التحية للناس ديال الجزائر اللي كيتبعوني. الصراحة كاين يعني واحد الفئة كبيرة من الناس ديال الجزائر اللي كيتبعوني، وكنتوصل الميساجات ديالهم في انستغرام، وحتى هما كيستافدوا من القناة ديالي، وحتى هما كيصيفطوا لي دي ميساج اللي زوينين. كنشكرهم بزاف بزاف بزاف. وباش نجاوب هاد البنت على شنو خاص نعرف براتيك فينال، بالنسبة للبراتيك فينال فعلى حسب يعني كي بعدا حنا في السيستم ديال المغرب، فملي لي كوليكس كنقرا فيها فما كيديوكش مثلا لوبيتال اللي نتي دوزتي فيه ستاج واللي ولات عندك فيه معرفه واللي البيرسونيل ديالهم ولاو كيعرفوك، اللي هو دوزي فيه البراتيك فينال نهائيا، حيت كيكونوا انا ما قدروا يزيدوك نقاط انهم خمجوبيش يصحوا ليك هذا، كيدوك لوبيتال اخر اللي عمرك دوزتي فيه ستاج هو اللي كدوزي فيه، كيختاروا هما السيرفيس وكيختاروا مثلا لانفيرمي اللي غيدوز لك البراتيك، وكيكون حتى الماجور. فلانفيرمي كيديك عند المريض كيحط لك شاريو كيخليك مثلا تشوفي انت الكا ديال المريض، تشوفي شنو التريتمون اللي عنده، كيفاش غادي تتعاملي مع المريض، كردوا البال واش دخلتي قلتي السلام عليكم، بريزونتيتي ليه راسك، كيفاش تعاملتي معاه. وديجا كيكونوا قايلين داك المريض انك انت جاي دوزي امتحان، يعني ما تستغربوش ان الا داك المريض شويه عكس معاكم، شويه ما هضرش بطريقه زوينه، فكيبغيو مثلا بحال يستفزوك بحال يشوفك انك شنو غادي ولا انك يعني شنو غادي دير الا ما هضرش معاك المريض مزيان، الا ما تعاملش معاك مزيان، الا انت كتهضري معاه ولا انت كتهضر معاه وهو ما مسوقش ليك اولا ما باغيش يهضر معاك، يعني كيديروا بحال هاد الحوايج وكيشوفوك مثلا كيفاش كتشوف لا في دو طومبيراتور، كيفاش كتعرف لي ميديكامون اللي عنده لي دوز، كيشوفوك كيفاش كتبريباري تريتمون، ياك ما كديرش فوت، يا اما مثلا طيح لك السوغان باش تزوج عاود تخدم بها، اولا تقاس في ليكوي يدك وتعاود تخدم بها، يعني كيلاحظوا هاد لي ديتاي هادو. ومن بعد فاش كتسالي يعني كيتمشي عند الماجور، الماجور ديك الساعه كيبدا يسولك اسئله، عطيني مثلا لا ديفينيسيون ديال لا طومبيراتور، عطيني لا ديفينيسيون ديال البونسيون، عطيني لا ديفينيسيون ديال هادي، شنو هي هاد لا مرادي، شنو هي الكونتر انديكاسيون ديال هاد الميديكامون هذا، يعني بحال هاد الاسئله. بالنسبه لتجربتي انا في ليكزامان فينال غادي نشاركها معكم في فيديو خاص بالتفصيل كيفاش دوزتو، شنو سولوني وشنو طرا ليا وداكشي كامل، مي هادو هما يعني ما تعرفوش ما تقدروش تعرفوا شنو الاسئله، والاسئله كيختلفوا من واحد لواحد، يعني انا كندخل كيسولوني اسئله وكيعطوني مريض في شكل فاش كيجينو البنت اولا الولد الاخر كيعطيه مريض اخر وكيعطيه اسئله عاوتاني في شكل، يعني ماشي كلنا كنتسولوا نفس الاسئله وماشي كلنا كندوزوا نفس المرض. الاخر هو كان شنو هو السالير ديال الممرض متعدد التخصصات في الدوله. بالنسبه للممرض متعدد التخصصات في الدوله او الانفيرميير بوليفالونت ديتا كيكون سالير ابتداء من 6000 درهم. واش ممكن الادبيين يديروا الترويد الطبي؟ بالنسبه للترويد او لا ساج فام او لا لانيستيزي فكيديروهم الناس اللي عندهم باك سيونس، هذه معروفه يعني الناس ادبيين كتقدر ديري اوكسيليير بوليفالونت كتقدري، ويعني وكاين قانون اللي خرج انه غادي يمنع انهم يبقاو يديروا حتى يعني في لي زيكول بريفي انهم ما يبقاوش، ولكن حاليا كاينين دي زيكول اللي حبسوا انهم يقبلوا الادبيين وكاينين دي زيكول اللي مازال كيقبلوه. بالنسبه للسؤال الاخر هو انفيرميير بوليفالونت فاش تقدر تخدم، يعني هي انفيرميير بوليفالونت هي ممرض متعدد التخصصات، يعني متعدد التخصصات فاش تقدري تخدمي ولا فاش تقدر تخدم في اي سيرفيس، يعني متعدد التخصصات يعني في اي سيرفيس تقدروا تخدموا، تقدر تخدم في الغيات، تقدر تخدم في الميدسين، تقدر تخدم في البيدياتري، تقدر تخدم في الشيروجي، تقدر تخدم في البلوك، تقدر تخدم في الغيانيمازون، تقدر تخدم في سوا انتونسيف، في اي سيرفيس تقدر تقدر تخدمي في لابوغاتوار ديال ليزاناليز، تقدروا تخدموا في كابينيت، تقدر يعني في اي حاجه، يعني متعدد التخصصات تقدر تخدمي في اي بلاصه وفي اي سيرفيس، ما كتلقايش هذا المشكل نهائيا. وبين قوسين حتى لوكسيليير ما كيلقاوش هذا المشكل، حتى الصراحه الادسوانيوس غير هما الادسوانيوس بعض المرات كاينين دي لابوغاتوار ديال لي زاناليز ما كيقبلوش ما كيقبلوش اوكسيليير، كاينين واغلبيه ما كيقبلوش لي زيتوانيوس، مي بوليفالون تقدر تخدمي حتى في لابوغاتوار ديال لي زاناليز. بالنسبه للسيرفيس الاخرين او لي كلينيك او لي كابيني فاي تخصص يعني لا سوا بوليفالونت اوكسيليير اكسونيوم تقدروا تخدموا فيه.
مساعد في العلاج نقدر ندفع به نخدم في الدوله. كاين الكونكور دابا عامين متابعه، يعني يلاه دابا العام الثاني اللي دار الكونكور ديال لي زيت سوانيونج في لاطا، ماشي كتخدمي بديبلوم ديال لي زيت سوانيونج، يعني مثلا عندك ديبلوم ديال اد سوانيونج وغتدفعي داك الكونكور وغتمشي تخدمي، يعني الا تقبلتي في الشفا في الكتابي وفي الشفوي غتمشي تخدمي مع لاطا. لا، عندك مثلا ديبلوم ديال اد سوانيونج وكتدفعي الكونكور، والا نجحتي في الكتابي ونجحتي في الشفوي كتقراي عام ديال اد سوانيونج. يعني اغلبيه الناس في الكونكور ديال هذا العام اللي تحط مشاو غالطين بزاف، كان كيحسب لهم انهم الا دفعوا ديبلوم اوكسيليير او لا ديبلوم ديال اد سوانيونج راه غادي يخدموا نيشان. لا، كتقرا هو انك كتقراي عام ديال اد سوانيونج كتقرايها في الدوله على حسب الدوله، يعني ماشي بحال بخيفي كتخلصي كل شهر ولا دائما فوق كتقبلي في الكونكور، داكشي كتقراو عام وكيكون عندك واحد المده ديال لي ستاج من بعد، وديك الساعه كيخرج كونكور عاوتاني ديال التوظيف ديال المساعدين في العلاج. ملي كيخرج داك الكونكور كيولي عندك الحق انك تدفعي ليه، حيتاش عندك ديبلوم ديال المساعد في العلاج ديال الدوله، كتدفعي لديك الساعه وكتعاودي دوزي عاوتاني الا تقبل الدوسي ديالك، دوزي الكتابي ودوزي الشفوي، ولا تقبلتو فيه كتخدموا مع الدوله. ديك الساعه على حسب فين عندهم خصاص، فاش من اوبيتال فاش من مدينه كتوظفوا على حسب الدوله. يعني هذه هي المعلومه الصحيحه، كيولي عندك داك لافونتاج انك تخدم مع الدوله حيت كيولي عندك ديبلوم من الدوله معترف به. ولكن باش داك الديبلوم ديالك اللي انت عندك من بخيفي غتدفعو وغتخدم نيشان، ماشي هذا هو اللي كان المغزى من الكونكور اللي كاين. الفرق ما بين بوليفالونت واوكسيليير في الخدمه، بالنسبه في الخدمه نهائيا خدمت في الكلينيك، خدمت في الكابينه، خدمت في لابوغاتوار، ما خليتش فاش خدمت ما كاين حتى شي فرق ما بين الخدمه ديال بوليفالونت واوكسيليير. داكشي اللي كديروا بوليفالونت كديروا اوكسيليير، يعني نهائيا ما كيديروش داك الفرق ديال، كيكون الفرق في الصالير، كتلقاو فرق في الصالير ولكن فرق في الخدمه نهائيا. داكشي اللي كديروا بوليفالونت كديروا اوكسيليير، يعني في لي كلينيك اللي خدمت هذا ما كتلقايش زعما ان هذيك دير شي حاجه وهذه ما كديرهاش، بالعكس كلشي كيدير كلشي. وحتى لي زيت سوانيونج كيديروا نفس الخدمه ديال اوكسيليير ديال بوليفالونت. السؤال الاخر هو شنو ندير باش ندوز ستاج في كلينيك. بالنسبه الى بغيتي دوزو ستاج في كلينيك كطيبو دوموند ستاج وكتصايبو السيفي ديالكم وكتمشيو كتدفعوا في الكلينيك. يعني كنت تواصلت معايا واحد البنت في انستغرام، ما تيأسوش ماشي دفعت في كلينيك مره ولا دفعت في جوج ثلاثه كلينيك وما عيطوش ليا ستاج، بالعكس نهائيا هما كيكونوا باغي لي ستاجير. يعني ندفع 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 الكلينيك بزاف، نمشي ندفع لهاد الكلينيك وهاد الكلينيك وهاد الكلينيك وندير واحد المده قصيره ما عيطوش ليا، نعاود نمشي ندفع. ومن الاحسن انكم ملي مشيتو للكلينيك تسولوا على شكون هو الريسبونسابل وتمشيو تدخلوا عنده نيشان وتعطيوه السيفي ديالكم وتقولوا له حنا بغينا ندوزو ستاج، انا مثلا كنقرا دوزيام اني في ايكول فلانيه وبغيت ندير ستاج في كلينيك او هذا او هذا. كاينين دي زيكول بريفي اللي كتكونوا كتقراو فيهم وهما ملي كتبغي دوز ستاج في كلينيك هما كيقلبوا لك على كلينيك وكيدفعوا لك وكيصيفطوك. وكاينين لي زيكول اللي كيقولوا لك لا سير قلب انت على الكلينيك اللي بغيتي وبدا في ستاج ديالك. يعني هادشي اللي كديروا انكم تصايبوا دومون ستاج او سي في وتبقاو تصيفطوا دفعوا وتعاودوا دفعوا وتعاودوا دفعوا وتعاودوا ما تيأسوش. ومن الاحسن انكم الا كنتو تقدروا تشوفوا ريسبونسابل واكيد غادي دوزوا ستاج. السؤال الاخر هو دايره الهلال الاحمر فين نقدر نخدم. بالنسبه للهلال الاحمر تقدر تخدمي اولا تخدم في كلينيك وتقدر تخدم في كابيني. كاينين الدراري اللي كنت كنعرفهم ودوزو ستاج فاش كنا في المده ديال ستاج، دوزو ستاج في لوبيتال سيرفيس ديال الدياليز ومن بعد خدموا في الدياليز. يعني تقدروا تخدموا في شحال من بلاصه. لي لابوغاتوار اللي ما كيقبلوش الهلال الاحمر، ما نقولش كلشي، ما اغلبيه ما كيقبلوش الهلال الاحمر، ولكن تقدروا تخدموا زعما في كلينيك في كابيني في الدياليز. يعني حاولوا انكم في مده ستاج دوزو ستاج في الدياليز اولا نتوما تمشيو تدفعوا شي سونتر ديال الدياليز اللي مثلا دفع عليه دوموند ستاج ودوز فيه ستاج، وديك الساعه تزيد هذا السيفي ديالك وتمشي تدفع لي سونتر ديال الدياليز وتخدم فيهم. يعني كيكون حتى الخلاص فيهم كيكون زوين، يعني والخدمه كتكون زوينه فيهم. الوقت كتخدم في السيمانه واش كيكونوا لا كار. بالنسبه للتوقيت كنت ديجا هضرت لكم عليه في واحد لا فيديو، التوقيت كيختلف من بلاصه لبلاصه، كيختلف من بلاصه لبلاصه، يعني التوقيت ديال لابوغاتوار ماشي هو ديال كابيني ماشي هو ديال كلينيك. بالنسبه مثلا كنتي خدامه في الكلينيك، الكلينيك كيكونوا لا كار، ما كاينش شي حاجه سميتها جوغ فيغي وما كاينش شي حاجه سميتها عيد وما كاينش شي حاجه سميتها ويكاند. يعني كتخدمي مثلا في الكلينيك كيكونوا ايكيب اللي كتخدم الصباح من 8 حتى للجوج، وكاينه ايكيب اللي كتخدم من جوج ديال العشيه ديال من جوج حتى ل 8،
وايكيب ديال الليل كتخدم من 8 حتى لشي 8 الصباح، والغد كتكون هذيك ليكيب اللي خدمات اليوم كتكون روبو وكتخدم ايكيب اخرى ديال الليل. يعني في الليل كيكونوا جوج ديال لي زيكيب، ليكيب ا ولا كيكيب بي، كيخدموا نوي سيغ دو. هادو كيكونوا لي زيكيب. بالنسبه لهذا هو التوقيت، الناس كيكونوا خدامين الليل كتكون عندهم نوي سيغ دو، يعني غادا السيستيم كامل جات لحد 2 ولا باش ما جاك نهار اه نهار لا نهار اه نهار لا وانتم غاديين. بالنسبه للناس اللي كيخدموا الصباح او العشيه فكيهم الناس اللي كيخدموا لي كار، يعني كل مره كتكون نوبه في واحد اللي غادي اللي غتجي فيه لا يعني كتجي فيه لا كار، ماشي كل ويكاند كتخدمي، يعني على حسب ولا كل جوغ فيغي كتخدمي على حسب كل واحد مره كدور النوبه. يعني باش كتجي فيك لا كار درك كتخدمي لا كار ديالك سواء الحد سواء في جوغ فيغي سواء مثلا في عيد. يعني شحال مره خدمت في عيد كبير الناس معيدين وانا خدامه، شحال مره في يعني في بزاف الاعياد بزاف لي جوغ فيغي كتكوني خدامه. بالنسبه للابوغاتوار لا كيكونوا عندك لي جوغ فيغي ما كتخدميش، كيكون عندك الويكاند ما كتخدميش، يعني كيكون عندك مثلا السبت كتخدمي حتى لحد 12 12 ونص وصافي، كيبقى لك السبت العشيه ديالك ولحد النهار كامل ديالك، ولا جوغ فيغي ما كتخدميهمش. بالنسبه للكابيني نفس الحاجه، لي كابيني عاوتاني التوقيت كيختلف، كاينين لي كابيني اللي كيخدموا مثلا من 9 ونص الصباح حتى لديك الجوج او كيحبسوا مثلا او حتى الوحده وكيحبسوا وكيعاودوا يرجعوا، يعني كيحبسوا اونط ميدي وكيرجعوا حتى لديك 3 وكيبقاو خدامين حتى 8 9 ولا 8 ونص على حسب. كاينين اللي كيخدموا كونتيني كتلقاهم كيخدموا من 8 الصباح 4 العشيه كيزدوا، كاينين اللي كيخدموا حتى 3 العشيه على حسب الكابيني على حسب المدسان على حسب التوقيت اللي داير. يعني ما تقدريش تحكمي على التوقيت، كل واحد والتوقيت اللي كيدير على حسب البلاصه فين غتخدم. واش ضروري تكون ضروري تكون عندك مع الفرنسيه؟ ديجا شرحت لكم هذا، دايره لكم فيديو خاص على هذا المشكل ديال الفرنسيه في الديبار. تقدروا انكم تزعموا ديروا الدومين نتوما عاجبكم على قبل واخا عندكم مشكل في الفرنسيه، ولكن ضروري خاصكم تحسنوا النيفو ديالكم فيها، حيت ضروري كتحتاجوا الفرنسيه مع لي ميدسان مع لي مالاد مع لي مو تكنيك مع لي ماتيير كلهم بالفرنسي، يعني ضروري غتحتاجوها من بعد. انا ما كنقولش لك مثلا ما عندكش مع الفرنسي بزاف وصافي ما ديريش هاد الدومين وانت عاجبك ولا انت عاجبك وباغي ديرو حيت عندك هاد المشكل، لا ندير هاد الدومين او ميم طون نعالج داك المشكل اللي عندي في النقص في الفرنسي. كيفاش نحفظ الادويه اللي كتكون كاينه في لوبيتال؟ ما غنقولوش كنحافظوا الادويه قد ما غادي نقول لك كتحافظي داك الميديكامون اش من فامي. يعني مثلا كنسمع باراسيتامول، ما مثلا ما غاديش نحفظ انا دوليبران الا ما عطاونيش دوليبران، عطاوني مثلا دوليستوب ندوخ ولا مثلا بحال هكا، يعني لا كنحفظ لا فامي. هادشي علاش كنقراو الفارماكولوجي باش كتحفظوا داك الميديكامون اش من فامي. انت ما كتبقيش تقلبي على اولا انت كتقلب على السميات ديال باش كيتبع داك الميديكامون، يعني باش كيتروج. لا انا كنقلب على داك الميديكامون اش من فامي اش من ماده اساسيه فيه باش نعرف راسي لمن خاصني نعطيه ولمن ما خاصنيش نعطيه. مثلا بحال ملي كنقول كورتيكويد، الكورتيكويد راه كاينين بزاف ديال الاسماء وحده تمسك في الاخرى، ولكن انا ما كنحفظش الاسماء، كنحفظ اش من فامي، كنعرف هذا راه كورتيكويد، هذا المريض خاصه كورتيكويد، كنمشي نشوف اش من فامي كنعطيه ولا دوز اللي خاصه. اونتي انفلاماتوار اونتي بيوتيك، ما غنحفظش السميات قد ما ديما حفظوا اش من فامي هكا كيديروا. حيت السميات كاينين بزاف وكيختلفوا من سيرفيس لسيرفيس وكيختلفوا من اوبيتال اوبيتال. يعني انا نمشي لهاد لوبيتال نعطيك هاد السميات تحفظيهم، ومن نحولك لسيرفيس اخر نعطيك اونتي انفلاماتوار ونعطيك كورتيكويد نبدله غير سميه غادي توحلي، اولا مثلا نديك لوبيتال اخر تلقاي سميات اخرين غادي توحلي. فحاولوا انكم تحطوا كل ميديكامون من اش من فامي، وهذا الشيء علاش كنقراو كما قلت لكم لا فارماكولوجي باش نعرفوا لي فامي ديال لي ميديكامون ماشي السميات ديالهم اولا لومبالاج ديالي. واش صعيب ندير التمريض في الدوله؟ ماشي صعيب، غير هو اللي شويه مصعب هو المشكل ديال النقطه اللي يعني كتلبوا معدل في الباك، يعني كيكونوا معدلات الهيموغلوبين. وثاني حاجه هو كيكون كونكور، يعني ماشي غير كتجي مثلا ها هو عندك معدل، كاينين الناس اللي عندهم معدلات طالعين ودفعوا وما دازوش، يعني ما هذا هو اللي كنقولوا صعيب فيه. يعني ماشي عندك معدل كتدفع كتدخل تقراه مثلا اولا حيت ما عندكش معدل صافي ما كتقبلش، لا كاينين الناس اللي عندهم معدلات اكثر من وحدين اخرين واللي عنده معدل طالع ما تقبلوش، اللي عنده معدل يعني موين تقبلو على حسب هادشي، يعني على حسب الدوسي ديالك واش تهز ولا لا، على حسب الكونكور يعني في الاول الكتابي واش دوزتيه مزيان ولا لا، وعلى حسب عاوتاني الا دزتي الشفوي كيفاش هضرتي كيفاش جاوبتي على راسك كيفاش، يعني هذا هو اللي صعيب فيه. عكس البريفي، البريفي عندك معدل ما عندكش معدل
ما كاين لا كونكور لا حتى شي حاجه، كتمشي كتدفع كتجمع وريقاتك كتخلص داكشي اللي خصك تخلصو، وما كاين لا كونكور لا حتى شي حاجه، وكتدخل تقرا هاد الدومين. هاد الشيء اللي مسهل في البريفي، يعني انك كتحقق داك الحلم ديالك اللي كيبقى مربوط بواحد الكونكور. وانا كنقول زعما حتى الا درتي بريفي وبقاو ملي يكون كونكور ديال الدوله، يعني كيكون عندك عامين عندك الحق انك تدفع الباك، ما يكونش فايت عامين، ندفع العام الاول الا ما جابش الله نعاود ندفع الفرصه الثانيه، ولا يستر فيها الله داكشي اللي بغينا، ما يسترش فيها الله فكيكون عندك داك البديل اللي هو البريفي، اما الدوله فراه احسن. السؤال الاخر هو واش نقدر ندير ساج فام بنيفو باك بي سي؟ لا، ساج فام باك الا كان الا خديتي الباك، حيت قلت على هذا السؤال هذا البنت اللي سولتني قالت انها متاكده انها ما غتاخذش الباك، فغاديش نقول لك انك الا خديتي الباك ديالك فتقدري انك تدفعي به، يعني باك بي سي تقدري تدفعي به ساج فام، ولكن نيفو باك ما كايناش ساج فام بنيفو باك، بالعكس كيطلبوا باك سيونس، يعني حتى في البريفي كيطلبوا باك سيونس. شكون احسن نقرا في الخاص او في الدوله؟ طبيعه الحال عشان السؤال كيجيني شحال من مره من عند ناس مختلفين، فراه باين ان الخدمه في الدوله احسن. الخدمه في الدوله كتخدم ببراقيك ومرسمه وبصالير زوين، واش انك مثلا تبداي ب 6000 درهم هي انك تقدري تبداي ب 1000 درهم ولا 1500 درهم ولا 2000 درهم، وما مرسمه ما عندك اوراق ما عندك حتى شي حاجه، وبزاف ديال المشاكل وبزاف ديال ماشي بحال فاش كتكوني شاده قوس ديال الدوله. فنهائيا يعني فاحسن حاجه انك تخدمي مع لاب، شي حاجه اللي باينه. واش الصالير كيختلف من جهه الاخرى؟ بطبيعه الحال الصالير كيختلف من جهه اخرى، يعني حنا غير في مدينه واحده، يعني مثلا هنا في كازو بغيتي تقدري تلقاو بزاف كاينين اللي بادين بالصالير ديال تقدر تلقى واحد بدا بصالير ديال 1500 درهم، تقدر تلقى واحد بدا بصالير ديال 4000 درهم، تقدر تلقى واحد بادي ب 2000 درهم، تقدر تلقى واحد بدا ب 1000 درهم، يعني في مدينه وحده وكل واحد خدام في بوست، وكل واحد باش بدا وكل واحد شنو جاب ليه الله. بالنسبه ولكن كتلقاو انه الصالير كيقدر يطلع اكثر، انا كيفوت 2000 درهم، وهذا كاينين في مدن اللي كيوصل الصالير كيتفيكس في 2000 درهم، كاينين مدن على حسب كل جهه وعلى حسب كل مدينه كيختلف الصالير، صراحه ماشي بحال. يعني كنت كنعرف بنت كانت خدامه في مدينه اخرى ومدينه صغيره، وكان عندهم لو ماكسيموم انفيرميير بريفي تخدم ب 2000 درهم، سواء في كلينيك سواء في كابيني سواء في ما خدمات، وكانت جات يعني لكازا باش خدمات هنايا بصالير كثر. يعني كيكون هذا المشكل ديال على حسب كل منطقه وعلى حسب كل مدينه، والصالير ديال لي زانفيرميير كيتبدل خصوصا البريفي. واش كلشي كينجح في المدارس الخاصه؟ كلشي كينجح، ولكن كيكون عندك الغات خاباج، يعني ملي ما كتدخليش واحد لي ماتيير كيكون عندك الغات خاباج. بالنسبه لي كوليكس كنقرا فيها، الناس اللي ما كيدخلوش شي ماتيير ما كيجيبوش فيها مزيان فكيكون عندهم الغات خاباج. الغات خاباج كتخلصي عليه، هادشي اللي كانوا دايرين لينا، يعني باش كتخلصي عليك الا بقيت عقلي شي 500 درهم، حيت عمرني ما درت غات خاباج مي كانوا بنات دازو، كتخلصي كنظنها 500 درهم الماتيير باش كتعاودي فيها الغات خاباج وكتعاوديه، وهذا هو كيكون ناجح، يعني باش كتعاودي. ما بحال من الاحسن انك تدخلي لي ماتيير ديالك، فعاود مثلا ما تدخلي جوج ديال لي ماتيير، وخاصك تحطي واحد 1000 درهم زايده ثاني باش تعاودي، والناس صافي خبشاو ويرتاحوا وانت غتبقاي عاوتاني تبريباري وتعاودي، وهذا باش انك تدوزي دوك لي ماتيير. مي في الاخر كلشي كينجح الصراحه، يعني ما كاينش داك، يعني انا ليكول اللي قريت فيها ما كاينش زعما شي واحد ما نجحش ولا شي حاجه، كلشي نجح، غير كيكون ناجح بمعدل وحده ناجحه ب 10 ماشي 12 ماشي 15 ماشي 16، يعني راكم عارفين. سوانيون تقدر تخدم في الدياليز؟ ديجا جاوبتكم على هذا السؤال، الى جاوبت مع السؤال ديالي لا لا داكشي، يعني دوزتي ستاج في الدياليز اولا دفع لهم باش دوز ستاج، ودوزتي واحد المده وكانت عندك داك ليكسبيريونس سي في ديالك كتدفع لهم كتخدم. كاينين دي زيت سوانيون اللي خدموا في الدياليز، يعني ما انا غنقول لكم هو ما تحكموش على تخصص قد ما تحكموا على نتوما اشنو كتعرفوا ديروا، نتوما الكفاءه ديالكم، نتوما خدمتكم كيفاش دايره، واش خدمتكم نقيه، واش كتخدم بضمير، واش كتخدم مزيان، واش كتخدم يعني مزيان، وهذا انا يعني لا تقدر تكون بوليفالونت وما غاديش تقبل
وتقدر تكون انسانيو وتتقبل، ولكن كتلقاه كتحنس غير في الخدمه كيف كنقولوا، كتلقاه ملي كتحط طاوله مثلا كتلقى الناس اللي دايرين الهلال الاحمر ولكن كتحطهم في خدمه ماضيين في الخدمه ديالهم وكيخدموا مزيان ودماغهم عامر وعارفين اش كيديروا وعارفين اش كيقولوا، يعني كتلقاهم ان خدمتهم كتهضر عليهم وكتحكم عليهم وكتلقاهم خدامين في شحال من بلاصه وشحال يعني بدا صالير لي زوينين. يعني عمركم ما تقولوا حيت ادسونيون لحيت هذه واش نقدر نخدم هنا ولا نخدم هنا. يعني بغيتي مثلا انك تخدمي في الدياليز، كاينين الناس كيتواصلوا معك ويا واش نقدر نخدم في البلوك، كتقدروا تخدموا في البلوك. حاولوا انكم غير تدوزوا في سباج، دوزوا واحد المده كافيه تكونوا حافظين الماتيريال، حافظين الخدمه كيفاش دايره، حافظين هذاك لي زيتاب كاملين، باش ملي تمشيو انكم تدفعوا لواحد البلاصه ويدخلوكم انكم واحد المده تجريبيه كتقدر مثلا يحدوا لكم ما بين شهر وثلاث شهور، يشوفوكم انكم كتخدموا مزيان، انكم دماغكم عامر، انكم كتعطيو، وغادي يقبلوك. ما غاديش ما غيبقاوش مركزين على شنو هو التخصص ديالك، تقدر ما غير يركزوا على خدمتك كيفاش دايره. واخر سؤال اللي فيه جامع بزاف الاسئله فين قريتي التمريض وشحال كتقراي في السيمانه، واش العام الاخر كيكون غير ستاج، كيفاش كيكون التوقيت في القرايه والستاج. بالنسبه فين قريت التمريض، قريت في ايكول اي بي تي ان، ديجا شاركت معكم شحال من مره وديجا شاركت معكم حتى في انستغرام وخليت لكم لادريس ديالها وكل شيء حيت كانوا بزاف كيسولوني عليها. بالنسبه لشحال كنقرا شحال كنا كنقراو في السيمانه، كنا كنقراو حنا السيمانه كامله، كنا كنقراو من الاثنين حتى الجمعه، يا اما الصباح كنا كنقراو من 8:30 ل 12:30، يا اما كنا كنقراو من 2 ل 6 يعني في الاعوام الاخرين، يعني كيكونوا دي زيكيب كاين اللي كيقرا الصباح كاين اللي كيقرا العشيه، مي هذا هو التوقيت. كنا كنقراو من الاثنين حتى الجمعه، يعني الويكاند اللي كنجلسوا السيمانه كامله كنا كنقراو. كاينين دي زيكول كيقول كتقرا يومين في السيمانه اولا نهار لا نهار اخر، حنا نهائيا لي كول اللي كتشفا كنقراو كل نهار. شحال كنقرا واش العام الاخر كيكون غير ستاج؟ لا، العام الاخر كتكون ستاج وقرايه، ما كاينش شي عام كتكون عندك غير ستاج. بروميير غاني كتبقاي حتى الدوره الثانيه عاد كتخرجي ستاج، بما كتاخدي واحد لا باز كتخرجي ستاج كيولي عندك مثلا الا كنتي كتقراي الصباح كتقراي الصباح وستاج العشيه، كنتي كتقراي العكس كيكون عندك ستاج الصباح وقرايه عشيه. العام الثاني بحال هكاك، العام الا كنتي بوليفالونت العام الثالث بحال هكاك ستاج وهذا ستاج وقرايه، ما كاينش يحبسي القرايه غير ستاج. كاينين دي زيكول اللي كيديروا ليهم مثلا يقراو نهار ان نهار لا، باش نهار اللي ما كيكونوش قارين كيمشيو للستاج، يعني مثلا الاثنين كتمشي للستاج دوز نهار كامل، نهار الثلاث كتكوني قاريه على الستاج، الخميس كتكوني قاريه، الجمعه كتكون ستاج، يعني بحال هكا كل ايكول والسيستم اللي كيديروا. مي انا كنهضر على السيستم ديال ليكول اللي قريت فيها، هادشي اللي كنا دايرين وكيفاش كيكون التوقيت بين القرايه والستاج. فراني شرحت لك كيكون يا اما صباح يا اما عشيه على حسب كيفاش قاريه. ومن بعد انا كان عندي كنت كنقرا عشيه في الدوزيام اني وكان عندي ستاج بالليل، دونك كنخرج من ليكول مع 6 كنمشي كناكل شي حاجه وهذا وكنمشي للستاج ديالي، خصني نكون في البيطان مع 7 7:30 وكنبقى ستاج ديال كامل حتى الصباح، كيكون عندي ديك الفتره ديال الصباح انني نرتاح فيها وكنعاود عاوتاني كتوصل الجوج خصني نمشي ليكول ديالي. اللي كان زوين هو كي قلت لكم الناس اللي كيكونوا عندهم 16 16 بالليل وخدمه بالليل كتكون عندك نوي سيغ دو، يعني ليله كنت كنكون في دارنا وليله كان كيكون عندي 16، بحال هذيك الليله اللي كتكون في الدار هي اللي كنرتاح فيها، باش الغد عاوتاني كتكون عندي قرايه وكتكون عندي 16 معاها في نفس الوقت. فهادو ما كانوا هادو 20 سؤال اللي اختاريت انني نجاوبكم عليهم في هذا الفيديو، كنتمنى انني نكون فدتكم نظرا لانني ما كان مؤخرا ما بقيتش كنجاوب على لي كومونتير، يعني ما كنلقاش الوقت انني نجاوب على لي كومونتير. لي ميساج عندي بزاف انستغرام ما قدرتش انني نجاوب عليهم كاملين، كنحاول اني يكون عندي شويه الوقت انني نجاوب على دي ميساج، مي ما عنديش الوقت انني نجاوب عليهم كاملين، كل واحد خصك تعطي وقته. مؤخرا يعني هملت هذا الجانب ديال انني نبقى نجاوب، الا لاحظتوا ما كنت عندي الوقت حتى انني نحط لكم لي فيديو على في القناه ديالي، فهادشي علاش حاولت انني نحط لكم بوست ونجمع منه الاسئله ونجاوبكم، غيكون جزء ثاني حيت ما جاوبتش على الاسئله كامل اللي جاوني، غيكون جزء ثاني لهذا الفيديو اللي غنكمل لكم فيه الاجوبه على الاسئله ديالكم. وغادي نبقى كل فتره انني نحط لكم دي بوست هكاكم ونجمع الاسئله ديالكم هكا باش نجاوبكم وهكا باش يستافد كلشي، حيت كنلقى الاسئله في البريفي كيتعاودوا من عند شحال من واحد، يعني فاش كيكون هكا في فيديو كلشي كيشوفهم كلشي كيستافد. وكنتمنى انني نكون فدتكم في هذا الفيديو، وما تنساوش تعجبونا الفيديو تخليو لي لايك ديالكم، لي كومونتير ديالكم اللي فريمون كيشجعوني وكيحفزوني بزاف 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 بزاف، ولي ميساج ديالكم زوينين، الدعوه ديالكم زوينين ديال الخير، فريمون كيفرحوني بزاف، كنحس انني كنفيدكم بشي حاجه، وانني غير الى جوج الناس ولا ثلاثه ولا 10 خرجوا من واحد لا فيديو ديالي مستافدين غير كلمه وحده او حاجه وحده، فهادشي زعما كيفرحني بزاف.
ولا كنتو جداد في القناه ما تنساوش انكم تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. تهلاو فراسكم، طولت لكم سلامه، تلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم، باي باي.